حياتنا نبدأها برب العمل أو بعين رب العمل الكاتب والمؤلف الكبير محمد صلاح العزب. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا انت كبير مقاما وفنا وصغير سنا، ربنا يعني يخليك. انا كبير سنا بس شكلي صغير. لا لا خالص. استاذ محمد، الاول كده ليه سفاح الجيزة؟ علشان سفاح الجيزة ده شخص يعني مش متكرر على الإطلاق في تاريخ الجريمة المصري. يعني احنا عندنا في مصر ما عندناش النمط ده اطلاقا من الجرائم من ايام ريا وسكينة. يعني احنا من ايام ريا وسكينة ما عندناش القاتل المتسلسل اللي بيخطط للضحايا بتوعه وبيقتلهم بالشكل المستمر على مدار سنوات لحد ما بيتكشف، وبيتكشف على حاجة كانت ساذجة بصراحة، حاجة عبيطة قوي. فشخصية السفاح اللي احنا استمدينا منها المسلسل هي شخصية شديدة الثراء، لان هو مش بس سفاح، يعني هو مش بس بيقتل، هو بيقتل وبعدين ينتحل شخصية اللي قتله ويعمل بيه حياة تانية ويعيش اربع خمس حيوات متعددة في وقت واحد. فهو شخص شديد الذكاء في الاجرام، حتى لو قلنا ان هو نفسيا عنده مزبوط. حاجه مش مظبوط او كده، لكن هو دماغه في اللي هو بيعمله عبقري. شديد الذكاء جدا بالظبط. طيب انا سالتك قبل ما نطلع على الهواء، قلت لك ليه مثلا مش سفاح المعادي؟ يعني والله اعلم اللي هو لغايه دلوقتي سفاح الجيزه اللي معروف عنه اربع ضحايا. مظبوط. الا لو كنت انت بقى، يعني طبعا التاليف بيختلف عن الواقع. لكن ليه ما رحتش لسفاح المعادي وضحاياه من الستات يعني كتير قوي؟ ايه اللي استفزك دراميا؟ هو سفاح الجيزه دراميا مستفز جدا، لان انا من اول يوم، من ساعه ما قريت اول خبر عنه وشفت الفيديو وهو رايح علشان يمثل الجريمه في مسرح الجريمه في الشقه بتاعت بولاق الدكرور لما كان. انت شفته؟ لا شفته في الفيديوهات، ما شفتوش في الحقيقه. يعني شفت التمثيل بتاعه هو في الفيديوهات. انا شفت كل حاجه متعلقه بيه، يعني انا شفت الاشلاء والجثث مش في الحقيقه، برضو في الماتيريال اللي جالي علشان اقعد اذاكر عشان اعمل المسلسل. فهي كانت فتره نفسيا صعبه عليا انا شخصيا، لان انا كل شويه مثلا ابقى نايم يجي لي رساله على الواتساب فبفتح فجالنا صور جثث جديده هنا. خد الجثث اهي. فالموضوع كان مؤذي نفسيا شويه اثناء الكتابه كمان، لان انا عشان اقدر اكتب شخصيه السفاح فانا طبيعي ان انا ببقى السفاح في اللحظه دي، يعني انا بشوف هو بيتصرف ازاي وبيتكلم ازاي فلازم بتوحد معاه. فانا يعني عشت الفتره دي سفاح من حياتي. لا توحد منين يعني؟ بالظبط. طيب سؤال بقى، هو سفاح الجيزة لغاية دلوقتي اللي عرفته انه ما اتعدمش، يعني صدر عليه حكم لكن لم يعدم بعد، وسمعت كمان خبر مقلق قوي 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 يا محمد ان هو مخيف عامل نقض كمان. مزبوط. طيب في الفترة دي اهو حي يرزق، ما حاولتش زي ما تشوف في الافلام الامريكاني وكده انك انت تطلب زيارته وتروح له وتقول له انا بكتب قصتك اعترف لي بقى؟ لا، ما هو انا مش بكتب قصته عشان نبقى متفقين، هو انا مش بكتب قصه حد بعينه، هو انا جالي ماتيريال كتير عن الشخص ده وعن اشخاص تانيين وعن جرائم تانيين. في الاخر مع نقطه بدايه اول مشهد في المسلسل كل ده اتنحى جانبا وانا بكتب مسلسل. خيالك بقى؟ خيال كامل ملوش اي علاقه بالواقع غير ان هو مستند على بعض الوقائع الحقيقيه. طب معلش، يعني نسبه قد ايه الواقع ونسبة قد ايه معالجة درامية؟ ما فيش نسب، هو ما في الواقع مستمد منه المسلسل، ولكن ده هيكون مريح جدا كمان للي بيتفرج ومريح لأهل الضحايا ومريح لأهل السفاح نفسه. ان احنا ما بنقدمش خالص قصة الشخص ده تحديدا، احنا بنقدم مسلسل درامي مستند على بعض الوقائع الحقيقية، كل ما هو بيعرض جوه المسلسل هو مش الواقع. فبالتالي ما يعني أهل السفاح ما يزعلوش. بدأوا في الصحافة يكتبوا لا اللقطة دي ما حصلتش، لا الجملة ما هو لا ده دي ده كده.